ولأخوتي، الموضوع تاع اليوم هو واحد الموضوع فاجع جدا. مبقيتش والله مبقيتش كنشوف كنمشي على هذيك يوتيوب، واش كنكون حدا العائلة ولا حدا بنتي ولا هاد، لحقاش كيخرجوا شي فيديوهات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. داكشي اللي غيقول لك روتيني من هنا، الروتين من هنا، البوز من هنا، شي ديكورات، المهم لا حول ولا قوة بالله. كنقول لهاد البنات كيسميو راسهم بأنهم غربيات، راح شوما وعار، راح شوما وعار. واش عندكم العائلة؟ واش عندكم والدين؟ واش عندكم الولاد اللي غيرضوا بهذا الشيء؟ واش عندكم الراجل اللي غيرضوا بهذا الشيء؟ انا بقيت حيران بهذا الشيء. كاين شحال من حاجة بنادم يديرها، لا حنا رجال، حنا رجال. انا عندي الدوز وعندي عامين في شحال من حاجة ما نقدرش نديرها، لحقاش العائلة، حق العائلة عندنا، العائلة اللي كيتفرجوا فينا، عندنا الولاد اللي كيتفرجوا فينا. انا درت جوج فيديوهات ولا ثلاثة ما مش كذاب، الروتيني مع مرتي، خليتهم ولكن وقفت حبست، ما بقيتش كندير لحقاش، ولا حيدتهم. دابا غيوقعوا مشاكل مع يوتيوب، حتى ان شاء الله يكون لا مونتيزاسيون ويكون الخير ان شاء الله، ونحيدهم ونبقى ندير لكم هذاك الشيء غير عادي. ما بقاش يدخل الفيديو للدارو ويوري مرتو ويوري هاد، لحقاش قشوها. عاد هذيك الفيديوهات اللي درت انايا مع مرتي كلها احترام، كنهضرو في الدين، كنهضرو بالمعقول والتعلم والضحكة، وهذه ما فيها حتى شي حاجة خايبة، وحتى واحد ما كيدخل عندها هذيك الفيديو. المهم غادية غادية، ماشي زعما حتى واحد ما كيتفرج فيها، ولكن ماشي شي نسبة كبيرة. ولكن كاين دابا شي تصويرة، شي مطيشة. المهم بلا ما حتى عندنا عائلات، ما نقدرش نهضر بشي الفاظ. عائلات فوقاش كيديروا لنا ميساج كيقول لنا كنتفرجوا فيك كيعجبني الحال، لحقاش علاش؟ ما عندي ما نخبي وما عندي ما ولا هذاك الشيء كنديروا الريسبي والكوفيك، ما في حتى شي حاجه خايبه. وكنتمنوا نتمنوا هاد النساء يهديهم الله سبحانه وتعالى، راه داك الشيء اللي كيديروا راه بحال بحال الزينه، بحال بحال لحقاش كتنجح، كتجبد بنادم للزينه هذاك الشيء، او وعندهم لي في، وحتى حنا كنشجعوهم. اللهم هذا ما كاينش كتفرجوا في هذاك الشيء، راه ما كينافس حتى واحد ولا كنهضر في شي واحد، راه حنا عندنا الدين تاعنا وعندنا الاصول تاعنا. والله يا اخواني راه عندي حنايا اكثر من 19 عام في هذه البلاد، وربي ديما في بالي، واخا ما عندي خطا، واخا ما عندي الاخطاء، ولكن الله سبحانه وتعالى ديما في بالي، وكنحاول وما كنديرش شي حاجه خايبه، باش مش زعما راه ما كنديروا الحوايج وكنخبيوهم وما كنبينوهمش في الفيديوهات. والله العظيم الحمد لله في هذه الساعه كنتمنى رب العالمين يزيدنا بالايمان، وان اللهم يخلصهم اللي يعجبهم شي تعليق يديروا من تحت، اللي يعجبهم الفيديو يدير لايك من تحت، اللي مازال ما دخلش يدخل عندي مرحبا به، يدير ابون. المهم كنحييكم وكنحبكم لله.